يوسف سأل عن موضوع المزاح، وهو في الحقيقة يعني موضوع كبير جدا، وأصبح موضوع يعني المزاح يعني هو وسيلة ترفيهية لكنه قد يتعدى أحيانا يعني الحدود المقبولة. هل هناك ضوابط له؟ بالتأكيد المزاح يعني منبع شرور في بعض الأحيان. المزاح هو عندما نفهم إيش المقصود من المزاح، وأن المقصود من المزاح إدخال السرور على الأطراف التي تمازحها بما لا يدخل به ضرر ولا كذب ولا سخرية ولا شماتة. فإننا نعرف أنه المزاح قد يكون ستار للوثات أخلاقية كثيرة، فقد يستهزئ الإنسان بغيره ويقول أمزح، قد يسخر من غيره ويقول أمزح، قد يكذب على غيره ويقول أمزح، قد يهضم حق غيره ويقول أمزح. وبالتالي ينبغي الحذر من المزاح، وكما ذكرت المزاح قد يكون ستارا للوثات أخلاقية وانحرافات سلوكية، ذكر الله جل وعلا تنبيها إلى ذلك في قوله جل وعلا في المنافقين الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك مقالة رديئة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنزل الله عليه آية في بيان اعتذارهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم اعتذروا بماذا؟ والله نحن يعني نسولف نمزح نقطع عن الطريق بمثل هذا الحديث. فمن الضروري أن يعلم الإنسان أن الكلمة خطيرة، المزح ينبغي أن يكون بصدق فلا يكون بكذب، ومن كذب ليضحك الناس فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد: ويل له ويل له ويل له من كذب يضحك الناس. فيجب الحذر في المزاح من الكذب، وأن لا يكون إلا بحق. يجب أن يتجنب الإنسان في المزح السخرية والاحتقار للآخرين، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالفعل، لأنه أحيانا قد يكون تحقير للشخص استخفاف به ويسمى مزاحا، وهذا ليس بصحيح. بل يجب على الإنسان أن لا يحقر أخاه المسلم في كل الأحوال، فإن احتقار المسلم هو من الشر بقدر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. ينبغي أن لا يكثر المزاح أيضا، لأن كثرته توجب إغار الصدور، ويتسلل الشيطان من هؤلاء إلى من هذه الكلمات إلى أنواع من الأذى، الذي يكون سببا لأنواع من المفاسد في العلاقات بين الناس. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.